برسول الله صلى الله عليه وآله بروحه كذلك. هذا دليل واضح على أن كل من ذهب يكون باطلا خلاف هذه العقيدة
وهي طبعا عقيدة مو عقيدة شيعة، ده هذه الإسلام المعراج عقيدة إسلامية بحتة، وإن حصل الخلاف في تشخيص مسألة الإسراء والمعراج. على أي حال عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من طبعا من مكة، وقيل من بيت أم هاني أخت أمير المؤمنين عليه السلام إلى بيت المقدس، لأن الرحلة رحلتان، رحلة جوية ورحلة أرضية. الأرضية من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم بالمسجد الأقصى من القصر والبعد، لأن فلسطين بعيدة جدا عن مسألة مكة، مسافة جدا بعيدة، فمن أجل ذلك سميت المسجد الأقصى، يعني اللي هو بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي الآن يعني أصبح لعبة في أيدي الصهاينة، يفعلون ما يريدون، يريدون زوال هذه البقعة الطاهرة التي أول القبلتين وثاني الحرمين الشريفين. المهم أنا أريد أختصر لأن الموضوع جدا طويل، لكن بعد عندكم كل واحد طبعا يذهب إلى سبيله. بالمختصر اللي أبينه نقطتين فقط، هو السؤال لماذا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهاي الرحلة ليش؟ يعني شنو المغزى من عنده؟ طبعا يعني خلاصة الكلام على في أمرين، أولا من باب المعجزة، لأن هذا الدابة التي أكبر من البقر وأصغر من الفرد، وبها ما بها من هذه الأوصاف التي ذكرت في مسألة الإسراء والمعراج، يعني قطعت الدنيا بكاملها، ومو بس الدنيا، ثم عرجت إلى السماوات العلى، راحت إلى السماوات السبع العلى، نشوف لها أكبر مركبة فضائية ما تتجاوز إن شاء الله. هذا القمر، وين القمر؟ القمر يعني نجم يسبح في الفضاء، يعني مو في سماء الدنيا، تحت سماء الدنيا، كل النجوم والكواكب والشمس وهو إلى آخره. في خلال لحظات نزل ذلك، يعني واحد يستغرب، يعني دول يعني كبار السن لو متعدي، يعني من حقان ينكر يقول شنو هاي دابة تروح بهاي المسافة، ومن بعد العتم بصلاة العشاء توصل قبل الفجر، يرجع بعد التوسع الوقت من السماوات السبع. هاي المعجزة أكبر معجزة من بعد القرآن لنبينا محمد. الله صل على محمد وآل محمد. هذه معجزة الإسراء والمعراج. رجع بعدين من السجود. الجماعة شنو معقولة كذبوا ما شلون؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول لو سألتموني عن قناديل بيت المقدس لأخبرتكم بعددها، يعني الرجل جاي يشوف يعني أشياء مو مسألة حلم ولا مسألة كلام. بعض الشام هذا مقام هذه الليلة وهذا اليوم، هذه الليلة ليلة الرحلتين الفضائية والأرضية التي قام بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل ماذا؟ لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وآله من بين الأنبياء؟ لأنه أشرف الأنبياء وخاتمهم، وأراد أن يطلعه الله تعالى على شنو؟ لنريه من آياته. شاف الدنيا خبصة فوق من سماء لسماء، انتقل من سنة إلى سنة، وشاف الملائكة والأنبياء الم...
من الموجودين يعني في السماوات العلى وكذا يعني الواقع يعني رموك له يتحمل الحسيرة. هذا يتحمل لولا وجود القرآن ما تحملنا حتى نوارد عن يعني إمام واجد يعني أخبار تلعى الأمة قد تكون ضعيفة يعني مين مثل ما يكون معنا عن بالسنة على آله. ولكن مع ذلك الناس آمنت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا الشيء الذي يعني أراد النبي صلى الله عليه وآله يجعل لرسول الله صلى الله عليه وآله خصوصية لا يمكن لأحد من الأنبياء 124,000 نبي لا يمكن أن يصل ما وصله رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم غرضنا شنو؟ غرضنا أننا نؤمن بهذه نؤمن بأن هناك هذه الليلة عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بكامله إلى يعني الرحلة الأولى من مكة إلى فلسطين وبعدين من فلسطين إلى السماوات العلى في هذه الفترة القصيرة جدا القصيرة. كم ساعة تتوقع حصل؟ على أي حال بحق هذه الليلة المباركة فنحن الصراحة هذه الليالي وأتمنى أن تكون هذه الليالي كلها ليالي يعني سلاح المؤمن الدعاء سلاح الأنبياء سلاح المؤمنين لا يرد في هذه الدعاء. فاسأل الله سبحانه وتعالى في خلاص شبابنا المظلومين المضطهدين في السجون بأن يفك الله سبحانه وتعالى أسرهم ويشافي المرضى ويرد المطاردين والغرباء وأن يرحم شهداءنا الأبرار. سلام مني إليكم بهذه الليلة المباركة إلى الحضور الكرام على رأسهم آباء الشهداء الذين بذلوا أرواح أبنائهم قدموا القرابين لأجلكم وهم السادة الواقع وهم الفخ والفخار علينا على كل أحد. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.